المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. اللهم أبانا القدوس، يا من أفضت مواهبك ونعمك الروحية على القديس منصور، فكرس حياته كلها لتبشير الفقراء وخدمة البائسين. امنحنا نحن الذين نحتفل بذكراه أن نقتفي آثاره ونسير على خطاه، فنكمل في العالم الرسالة التي اخترته لها، ونعيش مثله حياة المحبة الصادقة والتضحية في سبيل الآخرين. ونرفع إليك المجد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس الآن وكل آوان وإلى الأبد. آمين. السلام للبيعة ولبنيها. نفش اطهن حضيون وروح اطهن روزون، فغريهن ما فرغين بحايت لعبرين. مورابون رش كهني لنرفع عنا التسبيح والمجد والإكرام إلى الآب الرحيم المحب للبشر الذي خلق العالم بمحبة لا متناهية، إلى الإبن الحبيب الذي علمنا المحبة الحقيقية بالقول والعمل وبذل نفسه فداء عن جميع البشر، إلى الروح القدوس الذي يقوينا ويساعدنا على تتميم إرادة الله الخلاصية. بارك مورابون رش كهني الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد وكل أيام حياتنا إلى الأبد. أيها المسيح إلهنا، يا من صرت إنسانا لتخلص الإنسان، واتضعت وصرت فقيرا لتعلمنا التجرد عن اللذات والأرضيات في سبيل ملكوت السماوات. أنت الذي اخترت صفيك مر منصور وألهمته أن يترك العالم وغناه ويتبعك مكرسا حياته لخدمة الفقراء والبائسين، ومهتما بالأيتام والمعوزين، فأصبح أبا للفقراء وأخا للمظلومين. ثم فهمته أن الفقر الروحي أشد خطرا على الناس من الفقر المادي،
فأرسلته للتبشير والتعليم وراح يعمل طوال حياته دون كلل على اختيار الراهبات والمرسلين ليكملوا معه الرسالة التي انتدبته لها. نسألك الآن بشفاعته على عتر البخور امنحنا نعمك ومواهبك وقونا لنتابع عمله الإنساني ورسالته التبشيرية وننظر إلى الفقير والبائس فنرى فيه صورتك وامنحنا غيرته الرسولية لنعمل على نشر إنجيلك بين الأمم والشعوب. ألهم يا ربنا الكثيرين من الشبان والشابات للاقتفاء أثار أبينا القديس منصور والاقتداء به في تكريث ذواتهم ومعه ومع جميع أبائنا القديسين برخمو والشكر وإلى أبيك وروحك الحي القدوس إلى الأب. اقبل يا ربنا بخورا قدمناه في ذكرى صفي كمر منصور واجعل رحمتك على شعبك واغفر له بصلواته وارسل الينا امثاله مرسلين ترضى بهم مشيئتك ويتحقق فيهم ملكوتك برخمور شكهنين
أيها الآب والابن والروح القدس، لك المجد إلى الأبد. نسبحك تسبيحا نقيا ونصغي إلى كتبك المقدسة، لك المجد إلى الأبد. فصل من رسالة القديس بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، يقرأ أمام أبينا رئيس الكهنة وبارك يا سيد. المجد لسيد بولس والرسل، أن تكون مراحم الله على القارئ والسامعين وعلى هذه الرعية وأبنائها وبناتها إلى الأبد. يا إخوتي، انظروا دعوتكم، فليس فيكم كثيرون حكماء بحكمة البشر، ولا كثيرون أقوياء، ولا كثيرون من ذوي الحسب الشريف، إلا أن الله اختار ما هو حماقة في العالم ليخزي الحكماء، وما هو ضعف في العالم ليخزي الأقوياء، واختار الله ما هو وضيع ومحتقر ومعدوم ليبطل الموجود، لئلا يفتخر بشر أمام الله. فبفضل الله أنتم في المسيح يسوع، الذي صار لنا من عند الله حكمة وبرا وتقديسا وفداء، ليتم ما هو مكتوب: من يفتخر فليفتخر بالرب. وأنا أيها الإخوة، لما أتيتكم لأبشركم بسر الله، لم آتي ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت أن لا أعرف بينكم شيئا إلا يسوع المسيح وإياه مصلوبا، والتسبيح لله دائما. Hallelujah.
أرسلني لأبشر المساكين أمام بشارة مخلصنا المبشرة بالحياة يقدم البخور إلى مراحمك يا رب نصلي السلام لجميعكم من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس لوقا الذي بشر العالم بالحياة فلنصيل بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا كونوا في السكوت أيها السامعون لأن الإنجيل مقدس يتلى الآن عليكم فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي قال لوقا البشير جاء يسوع إلى الناصرة حيث نشأ ودخل إلى المجمع كعادته يوم السبت وقام ليقرأ ودفع إليه كتاب النبي آشعيا وفتح يسوع الكتاب فوجد الموضع المكتوب فيه روح الرب علي ولهذا مسحني لأبشر المساكين وأرسلني لأنادي بإطلاق الأسرى وعودة البصر إلى العميان وأطلق المقهورين أحراراً وأنادي بسنة مقبولة لدى الرب ثم طوى الكتاب وأعاده إلى الخادم وجلس وكانت عيون جميع الذين في المجمع شاخصة إليه فبدأ يقول لهم اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم حقا والأمان لجميعكم والابن والروح القدس الإله الواحد أمين حضرة الخوري عبد أبو خليل المحترم خادم هذه الرعية المباركة حضرة الكاهن المعاون الخوري وسام نصار المحترم حضرة كهنة هذا القطاع حضرة رئيس وأعضاء المجلس البلدي في الضي السيد قبلان الأشقر المحترم حضرة مختار النقاش السيد حنا العضيمي المحترم أعضاء لجنة الوقف الكرام أيها الإخوة والأخوات بالرب
بفرح روحي انضموا ككل سنة إلى أبنائي وبنات رعية مرمنصور في النقاش الضبي التابعة لنيابة صرب البطريركية، ونحن نتحلق حول ذكرى القديس منصور ديبول شفيع هذه الرعية عشية عيده الواقع في 27 من شهر أيلول، وهو يوم وفاته سنة 1660. وبالاستناد إلى تقليد كنسي عريق في القدم، تحول يوم الوفاة على الأرض إلى يوم الولادة الدائمة في السماء برفقة الأبرار والصديقين، حيث كما يقول كتاب الرؤيا: حيث لن يكون ليل من بعد فلا يحتاجون إلى نور السراج ونور الشمس، لأن الرب الإله سينير عليهم فيملكون إلى أبد الآبدين. في يوم عيد مرمنصور تدعون الكنيسة إلى التأمل بالنص الإنجيلي الذي تلوته على مسامعكم، وفيه الإنجيلي لوقا يخبرنا عن دخول يسوع إلى المجمع يوم السبت في الناصرة. وبعد أن قام يسوع ليقرأ، دفع إليه كتاب النبي آشعيا، ففتحه ووجد الموضع المكتوب فيه: روح الرب علي ولهذا مسحني، أي فرزني وكرسني، لأبشر المساكين، وأرسلني لأنادي بإطلاق الأسرى وعودة البصر إلى العميان، وأطلق المقهورين أحراراً. وفي قول يسوع: اليوم تمت هذه الكتابة التي تليت على مسامعكم، تأكيد على أنه أي يسوع أرسل ليتم أولاً أقوال الأنبياء، وليعلن ثانياً برنامجه الرسولي بفعل الروح القدس، روح الرب علي. هذا الروح الذي نزل عليه يوم اعتماده في الأردن على يد يوحنا المعمدان، حين جاء صوت من السماء يقول: أنت هو ابن الحبيب، بك رضيت. وفي حدث تجلي يسوع على جبل عال أمام بطرس ويعقوب ويوحنا أخيه، سمع الصوت ذاته من الغمامة يقول: هذا هو ابن الحبيب الذي به رضيت، فله اسمعوا. وفي هذا الصوت الآتي من عند الآب تأييد لرسالة يسوع، وقد أرسله الآب ليخبرنا عنه، ودعوة أيضا لتلاميذ يسوع إلى الإصغاء لتعاليمه: له اسمعوا. هذه التعاليم التي تحمل إلينا الماوية الإلهية لنرتوي بها فنحمل ثمرا كثيرا إذا ثبتنا كالأغصان في يسوع الكرمة الحقيقية. بهال اليوم الجميل اللي عم نحتفل فيه بعيد القديس منصور، اللي عاش 79 سنة، اتميز بهالعمر الطويل بسعيه المستمر للتشبه بيسوع، متبعاً برنامجه الرسولي للإنجيل لوقا بيذكره: روح الرب علي ولهذا مسحني لأبشر المساكين وأطلق المقهورين أحراراً. هيدا كان الهم الشاغل في قلب منصور، كيف يتشبه بيسوع متبعاً برنامجه الرسولي. وقد تيقن مرمنصور
وهو كاهن شاب بعد في العشرينات من عمره أن التشبه بيسوع والتزام برنامجه الرسولي ليسا بالأمر السهل إذا استندنا فقط على قوانا الذاتية. من هنا نفهم محنة الإيمان عند مار منصور بين 1610 و1616. نعم، الكاهن يتعرض إلى محنة في الإيمان كما هو الحال مع مار منصور، وقد تجاوز منصور هذه المحنة لا بالعلوم اللاهوتية ولا بالحكمة البشرية، بل بأعمال المحبة باتجاه الفقراء، عملاً بقول السيد المسيح في الإنجيل: كل ما عملتموه لأحد إخوتي هؤلاء الصغار فلي أنا عملتموه. فالفقراء كانوا بالنسبة إلى منصور الطريق الملوكي ليستعيد إيمانه بيسوع المسيح الحاضر فيهم إلى حد التماهي معهم، حين يقول يسوع إلى الأبرار يوم الدينونة: تعالوا إلي يا مباركي أبي، رثوا الملكوت المعد لكم منذ إنشاء العالم، لأني جعت فأطعمتموني وعطشت فسقيتموني. فالإيمان الحقيقي يقوم لا على الخطابات الدينية الكلامية الخارجية، بل على اختبار دعوة الله لنا. بدنا نسمع ولو مر بحياتنا الرب يدعونا ليأتمننا على مهمة معينة. نعم، الإيمان الحقيقي يقوم على اختبار دعوة الله لنا ليشركنا في مشروع خلاص هو مهندسه الأول والأخير، ونحن فيه شركاء معاونون له. بدون هذه الشراكة بيني وبين ربي لا يمكنني التكلم عن فعل الإيمان. بفعل هذه الشراكة، التعاون مع الرب، أتحرر أنا الإنسان الضعيف من كبريائي ومن اعتدادي بنفسي في إصلاح المجتمع بالاتكال على قدراتي الشخصية، لأجد في الرب عضداً وقوة. في كل هذا المسار، مسار الإيمان الذي امتحن به القديس مار منصور، شعار اليوم هو جواب مريم للملاك لما قالت له: ها أنا أمة للرب، أي خادمة للرب، فليكن لي بحسب قولك. وأيضا أجد شعاري في قول إليصابات لمريم حين زارتها، قالت إليصابات: طوبى للتي آمنت أنه سيتم ما قيل لها من قبل الرب. وفي هذا القول عند إليصابات تأكيد على أن الإيمان الحقيقي هو اليقين في الحاضر بأن وعد الله المستقبلي البعيد، وإن بدا لي غامضاً ومعقداً، سيتم في أوانه أياً تكن الصعاب. الثقة بالمستقبل هي البوصلة للحاضر في الآن، في الواقع المرير الذي أعيشه اليوم. وفي ذلك جمع رائع بين الحاضر والمستقبل، بحيث أن المستحيل عند البشر يصبح ممكناً مع الله. هذا ما اختبره مار منصور عندما امتحن بإيمانه وهو كاهن. عندها أيها الأحباء، انبرى مار منصور في تأدية رسالته التحريرية كما وجدنا في إنجيل لوقا، تشبهاً بيسوع باسم المحبة بذلاً للذات. فأنشأ سنة 1600
24 أخويات المحبة مع السيدة لويز دو مرياك التي رئست أيضاً جمعية بنات المحبة لفي دو لا شاريتي للاهتمام بالفقراء والأيتام والأطفال المتروكين وهم كلهم ضحية الجهل والظلم الاجتماعي السائد آنذاك. وكان منصور يردد على بنات المحبة عندما تضطر إحداهن إلى ترك الدير وقت الصلاة لزيارة مريض لزيارة طارئة لمريض، كان يقول لها: ترك الله من أجل الله، quitter Dieu pour Dieu. وفي هذا القول العميق صدم لتعليم يسوع الرائع الذي جمع وصية محبة الله بوصية محبة القريب، وكأنها وصية واحدة في وجهين متقابلين. قال لنا بأنه بتلك الوصيتين تتعلق التوراة كلها والأنبياء. ما في أهم من محبة الله ومحبة القريب، بها تختصر التوراة والأنبياء. ويقول منصور في موضع آخر: علينا أن نجمع بين عبادة يسوع القربان وبين خدمة فاعلة للفقراء في حركة حب واحدة. هل بحب يسجد للقربان فقط دون أن يحب الآخر فسجوده منقوص ومبتور؟ عم بيقلنا مار منصور بدنا نجمع بين السجود للقربان وعبادة القربان اللي بجسد حضور يسوع وخدمة فاعلة للفقراء في حركة حب واحدة. هذا هو منصور. ولم يكتفي منصور بحب الفقراء والسعي إلى تحريرهم من جهلهم ومن الظلم الاجتماعي الذي كانوا يقبعون به، بل سعى أيضا لتحرير الإنسان والكاهن بنوع خاص من الفقر الروحي الذي كان الكاهن في ذلك الزمان يقبع به. كانوا الكهنة ما كان عندهم الإمكانية، خاصة كهنة الأرياف، إنه يدرسوا اللاهوت، يدرسوا كلمة الله، فكانوا يتميزون بالجهل اللاهوتي. فعمل أيضاً على تحريرهم من هذا الجهل الروحي والفقر الروحي عندما أنشأ جمعية كهنة الرسالة Congregation de la Mission لتبشير الأرياف، والتي هي مستمرة اليوم في جمعية الآباء اللاعذريين. فأمن لهم تنشئة علمية وروحية مهمة، تنشئة الكهنة على التعرف على كلمة الله وعلى حب كلمة الله والإصغاء لها والتفاعل معها، مسألة مهمة وأساسية لنقل تلك الكلمة إلى الشعوب، إلى القرى، وإلى المدن التي تفتقر إلى معرفة كلمة الله. وفي الخلاصة أيها الأحباء، في هذا العيد المبارك لا يسعنا إلا أن نجدد إيماننا بيسوع المسيح الذي يقول فيه كاتب الرسالة إلى العبرانيين: يسوع المسيح هو أمس واليوم وإلى الأبد. يسوع المسيح الذي آمن به القديس منصور وخدمه هو حي في الكنيسة اليوم ويبقى حياً إلى الأبد. فما علينا إلا أن نسمع صوته ولا نقسي قلوبنا، نسمع صوته. هذا ما هو مطلوب منا ونحن نحتفل اليوم بذكرى القديس منصور.
طالبين منه أن نكون شهوداً للمحبة على خطى هذا القديس العظيم إبان الأزمات، إبان الأزمات، فنشهد للمحبة في بعديها العمودي أي مع الله والأفقي مع الإنسان، فننضم إلى هذه الورشة، ورشة العمل الشاملة، نشارك فيها جميعاً أغنياء كنا، نبلاء وفقراء، وكهنة ورهبان وراهبات، هذه ورشة عمل شاملة، هكذا أرادها منصور، وعلينا نحن بوسائلنا الحالية أن نجعل من ورشة المحبة ورشة عمل شاملة. نطلب منه اليوم أيضاً أن نعيش الإيمان شراكة وتعاونا بين الإنسان وربه، هذا هو الإيمان الذي يصنع العجائب، وفي كل مرة يضعف الإيمان الشركة التعاون تفتر المحبة بيننا وتقوى الفردانية القاتلة، فيتقسم المجتمع إلى فئات من هنا ومن هناك. وأريد أن أختم بما سمعتموه أيها الأحبة في الرسالة إلى أهل كورنثوس، عندما يقول بولس: وأنا أيها الإخوة لما أتيتكم لأبشركم بسر الله لم آتي ببراعة الكلام أو الحكمة، لأني قررت أن لا أعرف بينكم شيئاً إلا يسوع المسيح وإياه مصلوباً. هذا هو إيماننا أيها الأحباء، نحن نشهد لمسيح مصلوب، إنما مسيح أيضاً قائم بين الأموات حي إلى الأبد. هذا هو إيماننا أيها الأحباء، نحن نتكل على حضور الله الدائم في الكنيسة لكي نكون له شهوداً في هذا المجتمع الصعب، متكلين على قدرته ونعمه الواسعة. آمين. نؤمن بإله واحد. Oh,
رب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك وبناتك من قرابين حباً لك ولاسمك القدوس. أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، ولا سيما الطوباوية والدة الله مريم ومرمرون ومرمنصور شفيع هذه الرعية. اذكر اللهم آباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من نقدم عنهم هذه الذبيحة، أبناء وبنات هذه الرعية، الكهنة والشمامسة العاملين فيها، المجالس الرعوية، الأخويات، واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القرآن. المجد للاب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. آمين. أيها الآب إله السلام وسيد الأمان، هب لنا جميعا واهلنا أن نعانق بعضنا بعضا في نسمة من محبتك لا تنقطع، بقبلة لا غش فيها، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لك يا مصباح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي الكهنة والشمامسة ويا خدمة الروح القدوس. فنرفع المجد والشكر إليك،
وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس إلى الأبد. آمين. محبة الله لنا ونعمة الابن الوحيد وشركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتنا إلى الأبد. ومع روحك. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق لواجب. حقا إنه لواجب ولائق أن نمجدك ونعظمك يا خالق جميع البرايا. إنا نمجدك مع الملائكة بأصوات التسبيح هاتفين وقائلين. شدرت برودي لوخ العلمو من تولتو مريم اتبصار اخدى الفرقون وديلان وبيومو هودق دم حاشودي لما بتحاي نساب اللحم بيدا وقادشوتو وبارخ وقادش وقصو يا بالتلميدا وكدومار ساب أخو المره كل خون هون هو دريتا فغرودي دحلو فيكون وحلو ساقي متقسي ومتيهب حصوي وتحوبي والحاي دلعو لم علمي. هو خانو عالكوسو دمزغو من حمرو من مايو بارخو قادش ويا بالتلميدا وكادو ساب اشتاو منه كل خون هونو ديني تاو دمو ديل دياتي قحلاتو دحلو فيكون وحلو ساقيه متشد ومتيه حصو يتحوبي والحاي دلعو أوصاهم وحضهم قائلا كل مرة تكملون هذه الأسرار تذكرون موتي وقيامتي حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والأمان ونسألك مغفرة الخطايا بل تشمل مراحمك كلنا فيما نحن نذكر يا رب مجيئك الخلاصي ومجيئك الثاني
نقدم لك التسبيح مبتهلين ألا تسلمنا بسبب خطايانا يوم تدين الأبرار والخطأ، بل ترأف بنا وارحمنا وأشح بوجهك عن خطايانا وعضدنا. لهذا تضرع إليك بيعتك ورعيتك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول: ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا. نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها. إياك نسبح، إياك نمجد، إياك نبارك، لك نسجد، بك نعترف ومنك نطلب. فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا. ما أرغبها ساعة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على هذا القربان الموضوع مصلينا خاشعين. ارحمنا اللهم ارحمنا وارسل علينا وعلى هذه القرابين روحك القدوس فيعضدنا ويسامحنا. استجبنا يا رب، استجبنا يا رب، استجبنا يا رب. وليأتي روحك الحي القدوس ويحل علينا وعلى هذا القربان. الخبز جسد المسيح إلهنا، ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا، فتكون هذه الأسرار لتنقية نفوس المشتركين فيها والساد من كل خطيئة وللحياة الأبدية. آمين. اقبل يا رب ابتهالنا وطلبتنا وامنح الأمان لشعبك والسلام لرعيتك، واحفظ رعاتنا مار فرانسيس بابا روما ومار بشارة بطرس بطريرك الأنطاكي ومار بولس مطراننا والحاضر بيننا، وأعضد الكهنة والشمامسة وخدمة بيعتك المقدسة ليكونوا متضرعين ومتوسلين إليك عنا. نسألك يا رب. نرفع إليك يا رب صرخة الشعوب المتألمة التي زادت صلبانها وثقلت أحمالها. أنر ضمائر المسؤولين المدنيين فيعملوا لصالح المواطنين ويبصر النور في هذا النفق الذي طال. نسألك يا رب. نصلي إليك يا رب من أجلنا نحن الملتئمين باسمك اليوم. اشف المرضى بيننا، عز من تسرب الحزن إلى قلبه، عزز إيمان من شك فيك، وخفف عنا عبء صلباننا بشفاعة أمنا العذراء. نسألك يا رب. نصلي مع قداسة البابا فرانسيس من أجل السياسيين والعلماء والاقتصاديين الذين يعملون من أجل بيئة أفضل من خلال حماية البحار والمحيطات من التلوث الكيميائي والنفايات على أنواعها. نسألك يا رب. اذكر يا رب
واجعل ذكرا صالحا لابائنا واخوتنا ومعلمينا وجميع الموتى المؤمنين، بخاصه كل موتى من ابناء هذه الرعيه والنفوس المنقطعه في المطر. اغفر لنا ولهم الخطايا والزلات، لانهما من احد بدون خطيئه الا ربنا ومخلصنا يسوع المسيح، الذي نرجو بواسطته ان ننال المراحم وغفران الخطايا لنا ولهم. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن هكذا يكون إلى الأبد. نقنا من كل خطيئة واقبل منا هذا القربان، فنهتف إليك بنسمة واحدة ونصلي قائلين: أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. ونرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن
وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوار معكم يا إخوتنا إلى الأبد. روحك لينظر كل واحد منا إلى الله القديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. ابن واحد القدوس، ابن واحد القدوس، روح واحد القدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا للمناول المقدس. رح بيكون في اثنين كهني على الجوانب، نجي صفين من النص ونروح على الجوانب، ما حدا يجي على النص عن الجوانب. Thank you.
بك يا رب نعترف، والتسابيح إليك نرفع، لأنك أطعمتنا جسدك ودمك الحي سقيتنا. يا محب البشر ارحمنا. ارحمنا يا رب، يا محمود، يا محمود، يا محب البشر ارحمنا. أيها الآب الذي اختار أن يدخل في مغامرة حب مع البشر، فقبل لنفسه احتمالية الرفض والترك بابنه الوحيد، نشكرك لأنك ترافقنا وتلهمنا وتعزي قلوب الحزانة في ساعات الضيق والألم بوساطة روحك القدوس. لك المجد والشكر معهما إلى الأبد. أيها الابن الذي ارتضى أن تكون رفعته على خشبة الصليب وسيلة خلاص وعربون حب، وأن تكون الذبيحة الإلهية رمزاً لهذا الحب، نشكرك لأن الحياة بقربك تتخذ معنى آخر. نشكرك لأن الصليب معك يقود إلى الخلاص. نشكرك لأنك تعيدنا بالحياة الأبدية بعد هذه الحياة. نشكرك لأنك بكلمة واحدة تعيد الحياة وتعطيها بوفرة الآن وإلى الأبد. أخوتي، باسم الرعية بنحب نشكر صاحب السيادة المطران بولس روحانا النائب البطريرك العام على صربة، على الاحتفال بهالذبيحة، وعلى تعليمه، وعلى حضوره الدائم وحمل همه دايما لهالرعية. إن شاء الله يكون عيد مبارك على الجميع. نشكر حضوركم، نشكر الكهنة والشمامسة، نشكر الام تي في يلي عم تنقل هالاحتفال، نشكر كمان الجوقة يلي خلتنا نصلي أكتر. الجميع مدعوين هلا بعد الزياح، البركة رح يكون بزياح أيقونة مرمصور، وبيعطينا البركة صاحب السيادة. منتمنى على الجميع يلي بيقدر يشارك بعشاء أخوي عائلي قروي بساحة الكنيسة حول النار مع كل الجماعات الروحية والأخويات، كل يلي تعبوا بهالاحتفالات مع سيدنا. مننهي هيك بعشاء عائلي، الجميع مدعوين. ويلي بيحب يزور كمان في معرض صغير أشغال يدوية هون على اليمين، كمان نتمنى نحن ونزلين نمروا على المعرض، وإن شاء الله ينعد عليكم جميعا. يا مرمصمور أبا المساكين، يا ناصر المأهور، معزي الحزين، سعيت إلى الكمال، كم وعيت خير والجمال، كلنا شفيعاً كن لنا المثال، لنخدم البيع ونبني العيال. Oh.
القديس مار منصور ديبون فليبارككم الثالوث الأقدس الله.